طيب هنروح لأبطالنا أبطال الكاراتيه محمد رمضان وأحمد أشرف يشاركان مع منتخب الكاراتيه في التصفيات العالمية المؤهلة للأولمبياد اللي هتتلعب في فرنسا. الحقيقة البطولة دي جامدة جدا جدا جدا. أحمد أشرف ومحمد رمضان نجوم الأهلي في الكاراتيه هيشاركوا في التصفيات العالمية المؤهلة للأولمبياد واللي هتتلعب في فرنسا في الفترة من 8 ل 14 يونيو اللي احنا فيه. البطولة دي هي المحطة الأخيرة لتأهيل أو للتأهل للأولمبياد طوكيو بإذن الله. أحمد أشرف هيشارك في منافسات الكاتا، محمد رمضان هينافس في منافسات الكوميتي. وطبعا ما ننساش نجمة النادي الأهلي الدكتورة جيانا فاروق، كانت أول عربية مصرية أفريقية تتأهل للأولمبياد ومتوقع منها بشكل كبير نتيجة جيدة جدا 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 في أولمبياد طوكيو، يا رب ميدالية ذهبية.